زيزو جنش زيزو ويحط جول اولان يحط على طول على شمال جنش راح معاها جنش بس حطها فيها قوة مناسبة زيزو ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 39 من الشوط الأول. زيزو من ضرب الجزاء ثالث ضرب الجزاء يسجلها زيزو في مرمى فيوتشر بواجه التحديد. أول مباراة كانت مباراة من ألف ليلة وليلة، مباراة بين الزمالك وفيوتشر انتهت 3-2 للزمالك وكان فيوتشر متقدم 2-0 وفاز الزمالك بالمباراة، رجع في المباراة دي 3-2 وكان في ضربتي جزاء سددهم برضو زيزو وجابهم الضربتين. ادي زيزو حط الكرة جميلة جدا فيها قوة، طالما فيها قوة اهو راح معاها جنش لكن ما يقدرش يلحقها والهدف الاول لنادي الزمالك. حطها بص فيها قوة فبالتالي ما يلحقهاش. زيزو في الدقيقة 39 يتقدم لنادي الزمالك بالهدف الأول من ضرب الجزاء، يحط رابع أهدافه هذا الموسم ويرفع تأهل كله للكونفدرالية في مرمى. أدي أرطس المرمى، أدي كرة جميلة والهدف الثاني على طول، الهدف الثاني يا إبراهيم أنضاي، إبراهيم أنضاي يجيب الهدف الثاني لنادي الزمالك. يا الهدف الثاني لنادي الزمالك ابراهيم انضاي بيسجله في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع. كره كده ملعوبه عرضيه حكايه، ملعوبه عرضيه حكايه، اصطدمت بالاقدام وبده وبجنش وراحت لابراهيم انضاي اللي بيجيب منها الهدف الثاني في الوقت بدل الضايع من الشوط الاول. يا 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 يا, يا, يا على جول. بص الكره، بص الكوره معديه ازاي، اهي معديه، ادي الاولاني اوباما وادي الثاني ابراهيم انضاي قبل جنش. بص الكوره يا سلام محمد عبد الغني، ده محمد عبد الغني وبعدين ابراهيم انضاي هو اللي كمل الكوره في المرمى. بص محمد عبد الغني خد الكوره من وضعيه صعبه جدا ويكملها في المرمى. ادي عبد الغني اهي، ادي عبد الغني اللعبه اللي لتحت. على فكره اما بتتحط الضربه راسيه للارض بتبقى صعبة جدا، إنما إبراهيم انضاي على طول كمل في الكورة.